السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام، تفضلي. دكتور انا ابني كثير مغلبني ومش عارفه شو اعمل. جربتي تضربيه؟ ضربته كف وضربته بالعصايه بس على الفاضي، بدي شيء اقوى. طيب شوفي، في عندي اختراع لسه ما حكيت لحد عنه ولساتني بعمل عليه تجارب. ليش وطيت صوتك؟ ما في حد بالغرفه غيرنا. ما بعرف، بس الواحد لما يحكي سر بيوطي صوته. المهم هذا الاختراع راح يغير حياتك. جاهزه؟ يا حجه. اسفه، كثير حبيته. انا راح اعطيك اياه تجربيه بس. مشاهدينا الأعزاء، كما وردنا منذ قليل بوجود شخص مجهول الهوية يتجول بأرجاء المدينة حاملا سلاحا مجهول الهوية. التقارير الأولى تفيد أنه من المحتمل أن تكون أنثى، ولدينا هنا مقطع قصير التقطته إحدى كاميرات المراقبة. راجينا منكم في حال شاهدتموها أن تهربوا وتبلغوا السلطات المحلية في أقرب وقت. شوفي من هاي. لا 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 لا،